اشغل التيرمينال. طيب احنا المرة اللي فاتت وصلنا لغاية 3 خلصنا 4 جيت بدنا نروح ل 4 اخر اللي هي انه انا عندي الريدايركشن، هذا ريدايركشن للاوتبوت، السهم هذا العكس ريدايركشن للانبوت، بصير انت عندك بدل الانبوت كيبورد فبصير عبارة عن فايل، هي نفس هذيك بالضبط تمام. هذا عبارة عن بايب، انه الاوتبوت تبع كوماند واحد بصير انبوت لكوماند اثنين تمام. اخذنا كذلك الامر سورت تمام. شو الهوب؟ بورجي لك مين المستخدم الحالي اللي شغال. عندك هو وشغال على TTY 2 Terminal. طيب هجيت باستخدام بالنسبة للوايلد كارد، الوايلد كارد بتصور انه مرت عليكم قبل هيك، انه انا موجود هنا في عندي مجموعة من الملفات، بدي كل الملفات اللي بامتداد TXT، هذه وايلد كارد بهذا الشكل بيجيب لك اياها ليست. الوايلد كارد هذه انت ممكن تستخدمها وين ما بدك، يعني ممكن اعمل ليست لملفات السورتد واحط ستار، احطها في البدايه، احطها في النهايه، احطها في المنتصف زي ما انا بدي، بيجيب لي اياهم زي هيك. او بدي الملفات اللي بتحتوي على اي حاجة بعديها تي اي بعديها اي حاجة، جاب لي اياهم فعلا كلهم حسب ما انا حددت. حكيت الفرق بين الستار وعلامة الاستفهام، علامة الاستفهام انه عبارة عن exactly one character، اما الستار هي عبارة عن zero or more character. سكر الشاشة. وين لابتوباتكم؟ ليش مش جايبين لابتوباتكم؟ اي انتوا ليش مش جايبين لابتوباتكم؟ ليش مش جايبين لابتوب طلع؟ شو؟ سلام. طيب الستار زيرو اور مور كاركتر، اما علامة الاستفهام لكويشن مارك هي اكزاكتلي وان كاركتر، معنى ذلك انه جيب لي كل ملفات هنا. لما حكيت ستار دوت تكست انه بغض النظر عن الاسم سواء كان طوله 1 كاركتر 2 كاركتر 3 كاركترز مور كاركترز دوت تكست بيجيب لي اياه. اما لما احكي له زي هيك جيب لي الملفات اللي بتحتوي على ثلاث حروف دوت تكست، ثلاث حروف نعم بغض النظر ايش هي. او مثلا ممكن اقول لك اربع حروف، جاب لي هاي واحد ليست دوت تكست بهذا الشكل تمام. بعدد علامات الاستفهام من عدد الحروف بالضبط، ونفس الفكرة علامة الاستفهام ممكن تحطها في البداية أو في النهاية. طيب في شغلة أساسية قلت لك إياها، إنه أنا مستحيل إنه أنا أحفظ كل الكوماند، فبالتالي بدك تستعين بالهلب بشكل كبير. أنا عندي WC الكوماند اللي أخذناه المرة اللي فاتت، مش فاكر الترتيب مين أنا عندي أول، عدد اللاينز ولا عدد الكاركترز ولا عدد الكلمات،
فبعمل minus minus help فبيجيب لي هنا انه wc option بالاضافة ل file وهنا بشرح لك البراميترز انه c البايتس الام كاركترز ال line w word ال max line length يعني كل بيجيب الاسطر كلها اطول سطر بيجيب لك قديش الطول تبعه تمام فهاي بخصوص الهيل في عندك شغله ثانيه المان المان هو انه انت تعرض المانيوال تبع تبع كوماند معين يعني ما دبليو سي بعرض لك اياه ككتيب انه بشرح لك الكوماند هذا دبليو سي برنت نيو لاين وورد اند بايت كاونت فور ايتش لاين فبعرض لي اياها انه ايش الترتيب اللي حيعرض لي اياه انه عدد الاسطر عدد الكلمات بعدها عدد الاحرف الكاونت لكل فايل انت بتعطي له اياه وهي الفورمات تبعه دبليو سي اوبشن بتعطي له فايل أو ممكن أعطيله مجموعة من الفايل بهذا الشكل تمام؟ وببدأ يشرح لك على الباراميترز هنا minus c, minus m, minus l كل واحدة إيش بتسوي فأنت أكيد مش رح تحفظ كل شغلة بس بتكون فاكر إنه كوماند معين بدك تعرف كيف تستخدمه بتستعين بهدول الشغلتين لو أنت بتشتغل على التيرمينال لساعات فعلاً إنه أنت بتحتاجها إنه بدل كل شوية تروح تسأل جوجل اسأل المان هذا برد لك خبر على كذا ملف ممكن نطبقها بعد ما أخذنا الوايلد كارد جيب لي كل الملفات اللي امتدادها تكست المعلومات تبعتها تمام فهي جاب لك الفروت 8859 الليست 16-17-128 نعم بهذا الشكل بدك شغلة سبيسيفيك لإلهم بدي مثلا عدد الكلمات minus w وزي ما حكيت لك الارجمنت ترتيب الارجمنت مش مهم ما دام انه انت بتحطه ب minus كذا وبتحط له value معينه بيقبلوا منك فهنا جاب لك عدد الكلمات لكل الملفات وجاب لك هنا الميزه التوتال بجمع لك اياه فممكن انا اجي اسالك في امتحان في موضوع الاسئله انه بدي اياك تجيب لي عدد الكلمات اللي موجوده في الملفات اللي امتدادها تكست مثلا او عدد الاسطر او تبحث لي في الكلمات هذه فايش هو الكوماند اللي انت مفروض انه انت تكتبه بهذا الشكل تمام في عندك كذلك شغلة مفيدة اللي هي what is فنتقول له هنا what what is wc بيعطي لك short description انه هو عبارة عن السطر الاول انت عندك من المان بهذا الشكل مثلا command الثاني what is sort شفت انت كوماند معين ومش عارف الكوماند هذا لايش يعني مثلا في دوما كوماند اسمه dig تمام بغض النظر ممكن احكي له what is dig DNS utility بالضبط فانت ممكن انت تشوف سكريبت معين او تشوف مثلا توتوريال وفيها كوماند معين مش عارف الكوماند هذا لايش ممكن بشكل سريع تأخذ إجابة على هاي هذه مش مشكلة هيك احنا نقول خلصنا التوتوريال 4 في توتوريال 5 بدنا نأخذ البرميشنز هنا في الليست بدي أعرض الملفات بس بديتيلز شو؟ نعم للملفات
transparency. الاس ماينس ال هنا بيعطي لك ديتيلز ليست ديتيلز. احنا اخذنا الاس لحال واخذنا الاس ماينس اي بيجيب لك كل الملفات حتى المخفيه منها. والان الاس ماينس ال ماينس ال بعرض لك الديتيلز. ايش هي الديتيلز؟ انت عندك هنا بيجيب لك اول عمود هنا عبارة عن البرميشنز، هذه كلها عبارة عن البرميشنز وانزل تحت تمام. ثاني سطر سيبك منه، ثالث سطر اليوزر والجروب. ايش هو العمود؟ البرميشنز الصلاحيات تبعت الملف هذا، السماحيات مين كيف هكذا هشرحها تمام. بس انا بشرح لك انه ايش هم هذول تمام. فأول عمود عبارة عن البرميشن، الثاني سيبك منه، الثالث عبارة عن المستخدم المالك، الثالث عبارة عن الجروب برميشن، الرابع عبارة عن الحجم بالبايتس، الخامس عبارة عن الديت، والسادس اللي هو اسم الملف. كل هذا الوقت وإيش عملته ولا إيش؟ بالضبط. بيكون التاريخ هنا في الفيرتشوال ماشين الثالث اللي هو الجروب برميشنز تمام. ايش فرق الروت الاولى عن الثانيه؟ ما انت في عندك مستخدم اسمه روت وفي جروب برضه معموله بنفس اسم المستخدم اسمها روت. الجروب يعني قصدك بتوزع البرميشن هذا انه انت تغيرها بالضبط. هلقيت البايتس هذه زي ما انت شايف هذه بالبايتس، انا مش قادر اقراها، او انت ممكن تكون عندك ملفات حجمها كبير مش قادر تقراها، فممكن تعطي له باراميتر ثاني اتش. اتش معناها هيومن ريدبل، فبعرض لك البايتس هنا بالضبط بالكيلو، واذا كانت اكبر بتصير بالميجا، واذا كانت اكبر بتصير بالجيجا وهكذا، واذا كانت اكبر واكبر بتصير بالتيرا عشان تقدر تقراها، لانه مستحيل يكون عندك ملف بالتيرا ويروح يعرض لك اياه بالبايت. كفيش صار في ملفات هنا بالبايت. نعم لانه ملفات صغيره اللي هو الملف اللي فيه فروت كم فاكهه حطيناها بتعدوش العشرة. طب هل اسئله بدي اعرض لك لكل الملفات يعني كل ملفات بالله ايش مش فاهم بعرض لك مثلا لكل ملف بعرض لك هي الباك اب هاي الصلاحيات تبعته زي هيك تمام والمستخدم والجروب تبعته والسايز تبعه والتاريخ تبعه هذا كله للباك اب مجلد تمام. هذا للفروتس لاحظ ان البرميشنز تبعت الفروت بتختلف عن الدايركتوري باك اب. طب ليش الباك اب طوي ازرق؟ لانه هذاك مجلد وهذا فايل، كل المجلدات بالازرق برد لك اياها بلون مختلف تمام. طيب نيجي الان للبرميشنز، هذه اول واحده لغايه الان واضح. طب بعرض اللي جوات الباك اب في ملفات جوات انه ايش البرميشنز تبعتها بتروح هنا انه باك اب فرض له هو إله لحال يعني. إيش ملفات جوا؟ إيش ملفات؟ إحنا فضيناه المرة اللي فاتت. حط الفلوت فيه. مش خلاف بعرض لك إياه بعرض لك إياه يعني بس إنه أنت بتحدد المسار تبعه زي يعني. أبغى سيدي لنا ربع الملف. طيب نيجي الآن للبرميشنز. أنت عندك هنا أول ديجت اكتب أنت عندك. 9 خانات او 10 خانات اكتب عندك في النوت 10 خانات. هي
نعم. الخانة أول واحد على الشمال بتكون يا إما دي يا إما أندرسكور. إذا كانت دي معناها دايركتوري، إذا كانت أندرسكور معناها فايل. لاحظ هنا في الباكب أول خانة دي دايركتوري. أما هذا الفروتس في أنا عندي عفوا مش أندرسكور داش، داش معناها إنه not directory it's a file. بعديها الدي يعني بتعني directory. واخيرا طيب حكينا انه اول ديجيت عبارة عن يا اما دي يا اما اندرسكور، تاني انت بتلاقيها بتتكرر read write execute read write execute read write execute بالضبط. هذا البرمشن اول واحدة لليوزر، اول ثلاثة لليوزر، تاني ثلاثة للجروب، ثالث ثلاثة للأدرز. يبقى هنا هذه لليوزرز، لليوزر اللي هو الاونر يعني، وهذه للجروب، وهذه للأدرز. طيب اذا كان انا عندي الريد بيرميشن موجود بيكون زي هيك، الرايت اذا ما كانش موجود بيكون زي هيك، الاكسكيوت اذا ما كانش موجود بيكون زي هيك. وهنا لنفترض انه هذا ما عندوش ولا برميشن، بتكون ثلاث شحطات، وهذا زي هيك. هنا ممكن يكون عنده ريد واكسكيوت بس ما عندوش رايت، او ممكن يكون عنده read ورايت وما فيش execute، وهذا الكلام بتكرر للبقية يعني نفس الشيء. نعم بدون الاكس. تمام هل جيت اليوزر معناها اليوزر اللي انشأ الملف او المالك تبع الملف، اكتب عليه المالك تبع الملف. الجروب زي ما ذكرنا انت عندك في اليوزر مانجمنت انه انت الاشخاص اللي بيتشاركوا بنفس البرميشن ممكن تعملهم جروب وتعطيهم برميشن معين. الأدرز معناها غير الأونر وغير الجروب، أي حدا تاني غير الجروب اللي انت بدك تعطيها برميشن ايش البرميشن تبعتها. تمام الأرقام اللي جنب وين الأرقام هذه عبارة عن information في الفايل سيستم، details كتير كتير low level يعني مش وقتها هكيت. هكيت هذا ايش في عنده permissions للروت read write execute لانه هو المالك. اما الجروب root read واكسكيوت والothers read واكسكيوت. هكيت انت ممكن تعين جروب تانية تغيرها، وهذا الكلام انت ممكن تشوفه من هنا. احنا في الهوم دايركتوري تبعنا هاي الهوم، عندي اللاب، هاي مثلا الفروتس، عندك هنا تاب للبرميشنز، هذا بالجرافيكال يوزر انترفيس، هاي الروت انا عندي ريد ورايت. تمام
وهنا بتحدد انه اذا كان اكسكيوتبل او لا. هنا انت عندك الجروب، الجروب انت ممكن تختار من مجموعه الجروب المنشاه اصلا انت عندك في نظام التشغيل، او انت بتدخل على اليوزر مانجمنت هنا من الاعدادات وبتعمل لك جروب خاصه. اذا بدك تعطي جروب معينه تعمل جروب تمام، واذا بدك تعطيها بيرميشن تروح تختارها من هنا. غير زي نظام الرول بالضبط. اوكي هاي الاذرز بتحدد ايش البيرميشنز تبعتها. فانت ممكن تعملها بالجرافيكال يوزر انترفيس، احنا بدناش نعملها بالجرافيكال يوزر انترفيس، بدنا نعملها بالكوماند لاين. يبقى فهمنا انا عندي ايش هدول ترتيبهم بهذا الشكل. طيب كيف بدنا نغير؟ بدنا نغير باستخدام كوماند اسمها change mode. هاي ch mod. بتلاحظ انه اسماء الكوماند انت اذا ما كنتش متخصص مش ممكن تعرف ايش معناها. زي ما ذكر زي system calls في اللينكس، system calls اذا ما انت ما كنتش عارف system call هذا ايش بيسوي هو بيعتبرك انه انت متخصص وبروفيشنال. مش زي الويندوز، الويندوز بيقول لك كرييت بروسيس بكتب لك اياها كامله طويله. لا انا بدي كشخص متخصص بدل ما اكتب كوماند طويله تشينج مود فنعملها باختصار زي هيك. ما كنتش عارف ايش هي بتكتب وات از سي اتش مود. نعم ولا انا في عندي دي زياده حطيتها بالغلط في البدايه او ممكن تستخدم المان او الهيلب. يبقى في التشينج مود احنا بنغير البرميشن. ايش البرميشن اللي بدنا نغيرها؟ بدك تحدد انه انت عندك الخيارات، الخيارات يا اما يو او جي او او. هاي بالضبط اليوزر، اليو لليوزر والجروب والجي للجروب والاو للاذرز والاي للاول. بالاضافه للبرميشن اللي انت بدك تعطيه ريد او رايت او اكسكيوت، وانت عندك بلس وماينس بالضبط. طيب نيجي نشوف ملف معين الاس ماينس ال بدي اعرضه هو فقط. هاي البرميشن تبعته انا عندي ريد ورايت فيش اكسكيوت، فبدي اعطي لليوزر بيرميشن اكسكيوت تشينج مود يوزر بلس امنح لي صلاحيه الاكسكيوت لمين؟ لليوزر. ممكن ادي كمان واحد زيها. كيف كمان واحد زيها؟ اعطيت اول حنشوف هالجيت تمام، وبكتب اسم الملف. شوف البيرميشنز تغيرت، صار في انا عندي اكسكيوت. طيب الاكسكيوت هذه بدنا نعطيها لمين؟ للاو للجروب والاذر. تكتبها زي هيك جو جي او الجروب والاذرز بلس اكسكيوت واسم الملف. شوف البرميشنز الآن، فصارت أنا عندي موجودة الإكسيكيوت. أضيف إكسيكيوت ورايت ورايت جنب بعض مثل كمان. بالضبط. مثل؟ نعم. حقيت إحنا تابعين معايا شباب. بتلاحظ إنه اسم ال لون الملف بتغير حسب البرميشن. الإكسيكيوت بوز عادة بيكون لونها. فسفور. فسفور. تمام؟ حلقيت. احنا بدنا ناخذ بيرميشنز، فبدنا نقول تشينج مود بدنا ناخذ من مين؟ من الاو والاذرز الجروب عفوا والاذرز. بدنا ناخذ ماينس الريد والاكسكيوت لانه هي اصلا ممنوحه، بدي اشيلهم للملف هذا. كله شحطات، سلبنا منه البرميشن. تمام؟
مش جو الجروب والاذر ماينس ريد واكسكيوت. انت هتيجي تقول لي ايش الجو في الامتحان يا استاذ؟ لا تمام. يبقى واضح البلس والماينس. ممكن اعطي لك ملف واقول لك اعمل لي فيه 1 2 3 ايش الكوماند؟ في الامتحان انا بدي كوماند تكتب لي. في الامتحان بدي تكتب لي كوماند. الاجابه عباره عن كوماند. مش هتعمل لي سكرين شوت وتحط لي اياه في الامتحان. طيب الان بدنا ندخل في موضوع جديد اللي هو البي اس. البي اس بيورجيني العمليات اللي انا شغال فيها او اللي شغلتها من التيرمينال نفسها، مش في كل النظام. سجل عليها انه البي اس تعطي لك العمليات اللي تم تشغيلها من التيرمينال. ايش بتلاحظ انا في عندي عمليات؟ عندي الباش وايش كمان؟ والبي اس نفسها كمان. ايش طلعت عمارك معناتها؟ شو؟ البي اس بطلع لك كل العمليات اللي انت شغلتها من التيرمينال نفسها من التيرمينال مش في كل النظام. ما احنا ايش شغالين؟ باش. ايش الباش؟ هو التيرمينال نفسه والبي اس الكوماند اللي احنا دخلناها قبل شوي. نعم بدك تشوف العمليات كلها في النظام تضغط توب. هذا زي تاسك مانجر. هايو بتغير ايش في عندك؟ بي اي دي اليوزر، بروسيس اي دي اليوزر، في عندك البرايوريتي بي ار كل واحدة لها رقم. تمام انت عندك الفيرتشوال ميموري والريزيدنت ميموري والشير شو توب والاس الستاتس. في انت عندك عمليات سليب اس، في عمليات ار رننج. تمام بالاضافه قديش بتاخذ في المية من السي بي يو، قديش بتاخذ في المية من الذاكره، وقديش لها شغاله. وهنا بيجيب لك شو طب. بس تمام هذا بيجيب لك لكل النظام. وهنا انت عندك في معلومات فوق، قديش انت عندك في الذاكره مشغول وقديش مش مشغول، قديش فري وقديش يوزر. طيب بدك تعرض العمليات لمستخدم محدد فقط، بتقول له top minus u اسم المستخدم. جاب لك اياهم جاي ما انت شايف هنا كلهم مرد. اما قبل لا، ممكن تكون في عندك عمليات من مش عمليات يوزر لان احنا شغالين في الروت. لا في ممكن اذا كان شغال ويب سيرفر في بيكون عندك مستخدم للاباتشي. تمام اي عندك مستخدم ديبيان، عندك مستخدم اسمه كالارت. بس هو شغال هذا المستخدم شغال عملية واحدة. تمام طيب نرجع للبي اس زي ما اتفقنا. ايش في عندي؟ في عندي هنا انه البي اي دي تبعت العملية للباش والبي اس. تمام بالاضافة للتي تي واي. تي تي واي اللي هو التيرمينال اللي انت شغال عليها اللي هو البي اس 2 بي تي اس 2 او بي تي اس 0. شو؟ تي تي واي التيرمينال. لا انا بقصد هنا بالتيرمينال الوحدة الطرفية اللي انت شغال عليها اللي هي الكيبورد والشاشة. على اي وحدة طرفية انت شغال بيكون انا عندي ممكن يكون زمان في نظام تشغيل لينكس ويونكس بيكون انت عندك الجهاز شغال فيه مشبوك فيه اكثر من شاشة وكيبورد، بكون ممكن 20 مستخدم على الجهة على جهاز واحد شغالين.
تمام؟ فهذه بنسميها تيرمينال، واحدة طرفية. أما التيرمينال كبرنامج اللي هي اللي بستقبل الكوماند تبعتك، بنفذها وبرجع بستقبل كوماند جديدة وهكذا، اللي هي الباش. تخلطش بينها. تي دي واي هي تيرمينال ولكن معناها جهاز طرفي. اما الباش هي تيرمينال اللي بتستقبل الكوماند، برضو هما الاثنين تيرمينال بس كل واحدة تيرمينال بمعنى بسياق مختلف. طيب في عندي كوماند كتير ظريفة اسمها سليب. نعم 10 ثواني. عد للعشرة بتلاقي انت عندك البرومت رجع. طب ليش بدنا نايم؟ هذه البروسيس بتستخدم انه في الانتظار، مثلا بدك تبعت كونكشن وتنتظر لفترة معينة، او مثلا بدك فمستخدمة موجودة يعني. لا 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 مش مش كل النظام بالضبط. شو؟ اكتب ساعة. حاول سليب. حاول سوا. 60. بس مش حضرني استنى دقيقة كاملة، فبدي أحطها في الباك جراوند. هيك. يعني إنه البرومت حيرجع لي وهي حتشتغل في الباك جراوند. لكن في البداية إنه لما حطيت سليب 10 مش قادر أدخل الكوماند. بعد 10 بينهيها. طب الحين لو عملت مشان سليب لساعة واضطريت، شايف كل اللي أنا دخلته تم استقباله، عملت 4 انتر أو 5 انتر تم استقباله بعد ما خلصت السليب. فهي شغالة في الفور جراوند، تستقبلش كوماند جديدة، لما تنتهي بستقبل منك كوماند جديدة، لكن أنا بدي أقول له خذها شغليها في الباك جراوند، بديش يكون في عندي انتر اكشن، ولما تخلص خلص مش مشكلة، بس أنا بدي أدخل كوماند جديدة، فبنحط سليب 60 بناء على طلب زميلكم 60 ثانية، وبدي أحطها في الباك جراوند الآن امبرسنت، فأعطاني الـ ID تبعها. هلقيت لما عملت بي، لما اعمل بي اس بتطلع لي ساعتها، كمان بي اس بتطلع لي لسه شغال طوالي. وبدي اشوف السليب ايش فايدتها، انه العمليه هذه تحديدا ولا البروسيس بشكل عام. كمان مرة بدي أحاول إنه أجذبك إنه تستوعب إنه إحنا اللي بناخده الآن بفهم، يعني بيساعدك في تعزيز المفاهيم النظرية اللي إحنا أخذناها. إحنا أخذنا شغلة اسمها باك جراوند بروسيس، بتشتغل في الباك جراوند، في شيء تفاعل في الجرافيكال يوزر انترفيس، تمام؟ وفي بروسيس بتكون شغالة في الباك جراوند أنت بتتفاعل معها في العمليات. فالآن الكلام هذا أنت بدك تطبقه عملي، هيك شفته بعينيك، تمام؟ لانه كثير بيجي بقول لك انه هذه الماده نظريه والماده هذه طف صعبه، بدنا شيء ملموس. لمسته؟ انا لقيت هذا على الخط. شوف لا لا اه لا اي عمليه بدك بالضبط. نعم بدك تعمل اي بروسيس، مثلا عمليه السورت، السورت هذه حتطول كثير، خلص بحطها في الباك جراوند. والريزلت ما هي هتكتب في فايل مش مشكلة، يعني مش بالضرورة انه انا لازم اشوف الريزلت، انا عامل ريدايركشن تمام، بس بدي اياها تشتغل في الباك جراوند، بدي ادخل كوماند جديد، بدي اقعد استنى. يعني مش كوماند عيد سليب، كيف؟ استعملت ساعة سليب بالضبط. ميزة السليب هنا انا عندي تحديدا انه عشان يعني ما فيش بروسيس محددة انه احنا نسويها، سواء كان سورت او مثلا انه كومبريس للبيانات. ممكن انت عندك ملف 3 تيرا بدك تعمل له كومبريس، ايش الفائده انه انت تضلك تستنى فيه ما يرجع لكش البرومت لغايه لما يضغطه؟ حطه يضغط في الباك جراوند كومبريس، ما
ما انت بتقدر تضغط ملفات الباكي جراوند وكمل شغلك عادي. لما ينضغط خلص بخلص بنكتب على الديسك. بتشتغل امرين في الوقت واحد. بتستخدمها لما تجرب كلمات سر كثير على موقع معين يعني اي تاسك اي تاسك بتطول بروت فورس مثلا او اي شغله معينه بتحطها في الباكي جراوند. هيو لما عملت بي اس هنا بقول لي انه السليب 60 دن جاب لي اياها الاي دي تبعها. نجرب كمان مرة ونحط كمان سليب مدام في الباكي جراوند. انا بتفرقش معي شايف كل واحد اعطاها بروسيس اي دي 18 42 18 43. بي اس في عندي اثنين سليبس. ثواني بس بدي اشوف الجوبس. فبيجيب لك انه سليب واحد وسليب اثنين سليب 60 وسليب 120 رننج. تمام؟ مش شغالة 60 مش خلصت. حطيت واحدة ثانية. طيب. حطيت واحدة ثانية هاي. ها هذيك هاي هضن. حط لي اياها هضن رحت حطيتها مرة ثانية. تمام؟ السليب ما بترجع ليش نتيجة. السليب هنا تحديدا ما بترجع ليش نتيجة، لكن إذا كانت الكومنت هذه عبارة عن ضغط لملف خلص النتيجة بتكون عبارة عن الملف المضغوط بنكتب على الديسك. ضروري انه يعرض لي على الشاشة. واذا كنت بشغل تاسك متعلقة بالبروت فورس الباسورد اللي بيتم اكتشافها بتنكتب على فايل ما فيش داعي انه انت تشوفها على الشاشة. تمام؟ هاي كمان مرة جوبس بالضبط. يبقى انت اخذنا البي اس بيجيب لي بيجيب لي العمليات اللي شغالة في التيرمينال والجوبس بيجيب لك العمليات اللي شغاله في الباك جراوند تحديدا. تمام؟ يبقى الجوبس اكتب عليها انه بيجيب لك العمليات اللي شغاله في الباك جراوند تحديدا، ايش اللي خلصت، ايش اللي ضايله شغاله وهكذا. لو بتضغط العمليه بدل ما انت تعرضها في الباك جراوند فور جراوند بسيط. انا لسه عندي ال 120 شغاله بقول له اف جي فور جراوند للعمليه 2 للجوب 2. ليش؟ لانه هيو الاي دي تبعها هيو محطوط هنا 2 لكن لها بروسيس اي دي موجوده انا عندي في النظام. هيو بي اس بي اس 18 للاسف خلصت حكيت بنحط واحدة جديدة بتكون فيها اي دي. يعني مثلا هاي جوبس او بياس خلينا نحط 420 هاي بياس. تمام جاب لي هاي لها بروسيس اي دي 18 48. تمام جوبس جاب لي شغالة في الباك جراوند بدي احطها فور جراوند اف جي امبرسنت واحد. ليش واحد؟ لانه كل الانتريز انا خلصت في الباك جراوند وهلقيت انا عندي مدخلات جديده فببدا يعطيها الاندكس من اول وجديد واحد. فعشان هيك قبل ما انت تحط عمليه في الباك جراوند بتشغل الجوبس شوفوا المكان ايش الاي دي تبعها وبتحطها. هاي رجع ايش عمل يعني رجعنا البروسيس من الباك جراوند جبناها في الفور جراوند تنفس الفور جراوند. نعم هيو كأنه قاعد بستنى لما السليب تخلص. هيك راح طب من الباك جراوند خلص في المرة؟ بقدر ارجع. لا قصدي راح من الباك جراوند. صحيح. يعني شو؟ نستناها بس تخلص. ليش حنستناها بس؟ كيف بدنا نرجعها؟ نعمل كنترول زي. زد. كنترول زد؟ نعم. شو؟ كنترول زي زي. زي زد بالانجليزي مش زد A B C D لغاية Z مش زد. تمام كنترول Z عملها ستوب. هجيت هو عمل إياها ستوب الحالة تبعتها سسبندد معلقة فبدك تخليها تشتغل في الباك جراوند. بنقول له جوبس بنشوف الاي دي تبعها انه هي ستوب وبنقول
بي جي واحد. شو يبقى عملنا جوبز انه هي ستوب واقفه ما بتشتغلش تمام، ورجع للبرومت كيف بالكنترول زي تمام. يبقى انت في الكنترول زي انه انت حطيتها في الباك جراوند بس الستاتوس تبعتها ستوب، بدك ترجعها تشتغل مره ثانيه بتقول له بي جي امبرسنت واحد انه بترجع رننج مره ثانيه. هاي جوبز رن نعم هيك شغال. مش احنا في نظام التشغيل ندرس العمليات، هيك انت بتلعب في العمليات بايدك، ملموسه ولا مش ملموسه؟ حطيتها في الباك جراوند، جبتها للفور جراوند، رجعتها للباك جراوند مره ثانيه، عملت لها ستوب، عملت لها ريزوم. بي جي باك جراوند اف جي فور جراوند نعم. يعني مثلا هاي سليب حط له 1000 تمام، وعمل زي هيك يي ان سي تحطها امبرسنت فبتحطها كنترول زي بيرجع لك البرومت بتقول له هنا هنا شايف الاي دي تبعها 2 هاي بحطها مباشره بي جي فبتصير رننج حيرجع لي اياها للفور جراوند مره ثانيه تشتغل. نعم وبالمناسبة انت ممكن تشغل اي بروسيس فاير بوكس ممكن تشغله عندك هنا في الباك جراوند. ايش يعني في الباك جراوند؟ بيرجع لك البرومت صحيح الجرافيكال يوزر انترفيس بتشتغل لانه انت شغال في مالتي تاسكينج اوبريتنج سيستم وبيرجع وبيشغل لك اياه انه ممكن انه انت تشوفه انت عندك زي هيك. هيو اوريدي انا عندي الفايرفوكس شغال، هيو شايف بيقول لي انه الفايرفوكس اوريدي رانينج، بس لو ما كان شغال وشغلت الفايرفوكس زي هيك بيشتغل معايا. كيف لا 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 الفايرفوكس عشان النظام تبعها الانفايرمنت تبعها ما بيشتغل بالتيرمينال انه هو اصلا طلع من التيرمينال، لكن كل الكوماندز هذه اللي انا بدخلها سواء كان انا عندي كومبريس لفايل او انه اجرب تاسك بروت فورس او اعمل تشفير لملفات كله بالكوماند لاين بتضلوا هنا في الانفايرمنت تبع التيرمينال. مثلا ايش زي الفايرفوكس مثلا هيشتغل نعم اوكي طيب نشوف انا ايش في عندي شغال من العمليات هالجيت نسيت انا ايش ايش معنى السي هذا وين السي يعني ولا زي سي لا حطها فوق زي هيك هذه كنترول هذه اشاره الكنترول يعني انت لما تعمل زي هيك كنترول سي هيك كنترول زد ما هو فيش شيء شغال يبقى الاشاره هذه الهات عباره عن كنترول والسي هي السي السي كنترول سي كمان القاف ولا حتى ترمينيشن انهاء للعمليه اقتلها. ايش في عندي شغال؟ شغال ال 420 وال 10000 ايش رايك؟ نتخلص منهم؟ لا
انا مش يعني لازم اجيبهم على الفور جراوند واعملها كنترول سي، لا هنا مباشره بقولها كيل. اذا كان انت عندك بالجوب اي دي بتحطه زي هيك امبرسنت واحد، هاي جاب لك اياها ضم. بس هي بالمناسبه كانت اوريدي مخلصه قبل ما اعملها كيل. تمام، خليني احط لك كمان واحده سليب 20، هاي شغاله في الباك جراوند جوبز. هذه ام ال 10000 بدنا نعملها كيل، هاي كيل بيرسنتج واحد اثنين جوبز ترمينيتد. او تقول بياس نعطيها الاي دي، ايش السليب هنا الاي دي تبعها 1896 كيل 1896 90 ستة. صح؟ هاي البياس ترمينيتد، كذلك في الجوبز ترمينيتد، يا ما بطلع لك اياها هنا خلص اوريدي ترمينيتد، صار في عندك اشعار بهاي الشغله. تمام، وهي الشغله مفيده كثير لانه انت ممكن تكون انت عندك هنا في التوب في عندك عمليه معلقه، في عندك عمليه انه شغلتها بشكل خاطئ بدك تعملها كل، هاي بتاخذ الاي دي تبعها 1050، هاي بدي اعملها كل تعطي له الاي دي تبعها. تمام، بالاضافه للكنترول سي اللي احنا حكينا عنها. بالضبط، في عندك خيار ماينس 9 كل ماينس 9، هذه فورس كل، مرات العمليه بترضاش انه هي ليش؟ ايش السبب؟ لانه لسه حاجزه ريسورسز ومشغله عمليات ثانيه، فبدي اجبرها انه تنهي نفسها كل ماينس 9، كل ماينس 9 وبتعطيها الاي دي خلص فورس تو تيرمينيت. وينفع تعطيها البرسنتج؟ كيف؟ البرسنتج بالضبط. نعم، نعم. سيرة تسعة تين نستخدمها في أشياء تانية. شو؟ مثلاً بدك تستخدم عمل تاني، بدك تقويه تحط له سالب 9. بدك تقويه بتعطي له سالب 9؟ زائد ماينس 9. آه. زي تقوى عمل تاني مثلاً تروح ماينس. ستيب ماينس 9. لا. أول شيء لا هنا ما ينطبقش الحال، ما بيمشيش الحال. طيب الملخص عندي، اخذنا الاس بخيار الماينس ال، اخذنا التشينج مود، اخذنا نشغل الكوماند في الباك جراوند بالامبرسنت، كنترول سي كنترول زي بي جي والجوبز اف جي الكل والبي اس والكل، وتعطي له اي دي معين بالاضافه للكل، وتعطي له ماينس 9 للاي دي كذلك. تمام، هذه في توتوريال 5. طيب في يوتيليتي مفيده انت ممكن تشوفها، انه مثلا دي اف ماينس اتش دي اف للروت، هنا بعرض لك ايش معلومات الفايل سيستم انت عندك. انا عندي هاي الهارد ديسك قديش منه مستخدم، قديش منه افيلابل، قديش النسبه هذه ماونتد اون روت، بس هاي الارقام انا مش قادر اقراها. نفس الفكره ممكن تقول له ماينس اتش human readable، انه انت عندك الحجم 19 جيجا مستخدم 7 والافيلابل 10. شو بتساوي الدي اف؟
ديسك فري. يعني انت باخذ 19 جيجا باخذ الفيرشوال هذا الكامل. نعم. يعني المساحه الفاضيه بالضبط. لانه هنا بعطي لك معلومات قديش السايز، قديش مستخدم، قديش افيلبل، وقديش نسبتها. طب بدي اشوف حجم مجلد معين. ليش؟ لانه مثلا في الروت هنا ماينس ال جاب لك الملفات هذه، جاب لك الليب تمام، بس السايز تبعه هذا مش كتير انه بجيب لك اياه كسام. فانا ممكن اشوف حجم ملفات معينه، هي شايف كلها نفس الحجم تقريبا، حجم ملف معين، فبقول له دي يو دايركتوري يونت لمجلد معين. ايش هو المجلد هذا؟ الاي تي سي مثلا. جاب لي اياه، سرد لي اياه كله تمام، كل الملفات الفرعيه، وجاب لي السايز تبعها. انا بديش زي هيك، انا بدي حجمه هو كله بس. فايش بنعمل؟ دي يو. طب لو كان في عندك 10,000 ملف بالضبط، فبتقول له ماينس اس سمري، وبدي اتش هيومن، هيومن ريدبل للاي تي سي 12 ميجا. يبقى هيك انت شفت حجم مجلد تمام، وشفت حجم الديسك دي يو ودي اف. طيب حكيت انت اذا بدك تضغط ملف معين، بدنا نضغط ملف الفروت او ملف المسج جيزب ماينس او من غير ماينس، وبنعطي له اسم الملف مباشرة مسج. تعال اطلع، فصار في عندك انه الملف هذا مضغوط باكستنشن جي زد، بدك تفك الضغط تبعه جي ان لا الملف هذا صار لونه باللون الاحمر، حيرجع زي ما كان تمام. مفكوك الضغط تبعه. أما اليونكس كمجلد بدك تضغطه، بدنا نستخدم كوماند تار مجلد، هذا الكلام لملف. أما لمجلد بتقول تار ماينس كومبرس ماينس سي كرييت اف سي في هل هل هل
minus c. وفي بده يكون في عندي مكتوب من نفس الكلام؟ لا لا مش مكتوب. حكيت انه C create archive Z طبعا compression انه بعمل لك اياه كتار فايل وبضغط لك اياه V verbus و F file الفايل هاي هو الاوتبوت وهذا هو المجلد بدك تفك الضغط تبعه كتار ايش اللي مش فاهمه؟ مش فاهم الحروف C create archive تمام؟ archive 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 ملف مضغوط يعني والفي الزي معناها اضغط لي يعني هو في هنا في الناتج انه بعمل لك تار فايل لما ضفت الباراميتر زد بروح بضغط لك اياه جي زد بصير مضغوط تمام في فيربس معنى ذلك انه انت عندك عمل لي كل الملفات والملفات الفرعيه والاوتبوت فايل هيو باراميتر اف انه يونكس دكتور دوت جي زد هذا الاسم اسم الاوتبوت بالضبط هنا انا عندي مختلف اسم الاوتبوت وهنا انا عندي اليونكس اللي هو المجلد اللي بدك تضغطه في الفك بتقول له minus extract verbus file اللي هو اليونكس بدل السيزي نعم اعتقد هنا زي وهنا ممكن احطه في اسم ثاني يونكس 2 لا انا اظن بدك تكتب يمكن متغيرات بين يونكس تار ويونكس تار 2 لا استنى هو بفكر لك اياه تحت اسم نفس المجلد يعني ما دام انه هو اوريدي موجود يعني انت هذا اليونكس لو حذفته برجع بعمل لك اياه لكن الكوماند هذه سجلها عندك وهذه سجلها عندك وين الكوماند تبع فك الضغط هاي بس بعدين احنا عملنا ضغط شو هذه الضغط وهذه فك الضغط طب ايش اللي بجيب لك اياه تحت هذول الملفات الفرعيه اللي ضغطهم اللي
دخلهم في الاركايف عندي. في جوة ملف اباتشي بيشوفوا. مش مسحناه المرة اللي فاتت اباتشي. هذا اللي من لا هو بده يكون اوريدي موجود انت عندك هنا. في الضغط كيف؟ في الضغط انت بدك تحطه من عندك. بس في الضغط بالضبط. هيك خلصنا، هيك احنا بدنا ندخل على البرمجة. تمام؟ هذا بدنا نسكره خلاص. وبدنا نبدا اول برنامج انا عندي في اكتب معايا نانو بروب 1.سي وطبق معايا. فعملنا ملف اسمه brook1.c نانو brook1.c. وصلت لهنا؟ بعمل include للاستوديو. شو؟ بروك 1.سي هيو مكتوب هيو هنا شايفه؟ تمام. احنا وين؟ في اللاب، في الدايركتوري لاب. خلينا كنا في نفس المسار. بعمل انكلود الاستوديو. ايش الاستوديو يا عبد الرحمن؟ في الطباعة استوديو التصوير اللي بيعرض على الشاشة. ستاندرد انبوت اوت. البفر عندكم بده توسيع شوي. انت مين بسكرها هيك تعود في البرمجة. وانا عندي هنا return 0. هيك انا عندي برنامج متكامل. studio انت مين return 0. تعود تكتب الانترديشن. Hello. I am a C programmer. انتوا قاعدين بتقولوا بدنا عملي بدنا عملي بدنا عملي. اليوم تعملوا بتجيبوش. انا راجبت له هذا. ايش فايدته انت تقعد تكتب فيه على اول شو اسمه؟ هي متسجل انت عندك على الفيديو. لكن لما اذا جبت اللاب تبعك وبدأت تطبق معايا جبت الملف هذا تمسك الاو اس بايدك. تمام خلصت. ايش اللي لسه؟ انا بدي مبرمجين محترفين هيك يكتب لي وهو بتطلع علي هيك زي هيك. لا التعزيم في الجهه دول مش عارفه النص اللي طلع لي بدك تكتب. عاد انت مبرمج دلوع. بقول لك المبرمج انه بتاخذ كنترول سي والكنترول في بتلاقي هاند الكيبورد كلها عليها غبره مع هذا الكنترول سي والكنترول في. ضغط الوقت ذاك الوقت
لو بلغت البراميتر شو؟ لو بلغت البراميتر لو بلغت هذا الهالو قبل الهالو قبل ايش؟ الهالو قبل الكومنت بعد الكومنت. لا الفورمات تبعها اول شيء بدك تحدد الفورمات بعدين بدك تعطي له البراميتر. هانا السنتر اس سترينج خفر البرنت كلاس بالجامعة؟ في الستاش ام الستاش ار لا احنا نحكي عن برسنتج الستاش ام هذه موجودة في كل لغات البرمجة برسنتج اس نحط سترينج هاي قدام برسنتج دي نمبر برسنتج اف فلو طيب بدنا نحفظ الملف بقول لك بدك تعمل save the changes yes على نفس الاسم enter control x هي control x هنا طلع شايف تحت وين عندك exit بس ما دام في تغييرات حيقول لك انه انت بدك تحفظ او لا اذا بدك تحفظ وتضلك تشتغل عندك كنترول او كنترول او رايت طيب هكذا نعمل له كومبايل لسه لو ليفل تحت لسه نعمل كومبايل بدك تقول له جي سي سي بروج 1 نعم GCC هو الجنو كومبايلر لسي لانجويج في لينكس GCC جنو كومبايلر تبع السي لانجويج بس لو اخذت نفس الديتا مش هتعرف نعم لانه السي هي في حد ذاتها كلام غير بورتبل لكن الملف نفسه مش بورتبل تعمل زي هيك بيطلع لك ولا شيء على الشاشه نو ايرورز معنى هذا الكلام بعمل ليست بلاقي انا في عندي هنا A.out executable اول مره بتعمل له كومبايل بعدين بيصير executable بيصير شغله دائما فهو بحفظ لك اياه بالديفولت نيم اسمه A.out هيو معلم شايفه لونه فسفوري executable بدنا نشغله طبعا A.out مش هيلاقيه بدي اقول له خلي بالك هذا الاي دوت اوت موجود في الكرنت دايركتوري تمام حكيت لو بدي احدد الاوتبوت شغالين معي تمام لو بدي احدد الاوتبوت اعطي له اياه بقول له هنا GCC minus GCC proc 1.c minus all بسميه proc 1.out يعني بحرك اسم المجلد اسم الملف الملف نعم هو بالمناسبة الاكسكيوتابلز في لينكس ملهاش امتداد مش زي الويندوز.exe اغلب الاكسكيوتابلز ملهاش امتداد بس هنا عشان تستوعب انه هذا عبارة عن ملف ناتج من الكومبيليشن بنحط له الاوت شغل ايش؟ شغل ايش؟ شغل ايش كنت بتسوي؟ شغل ايش؟ وصلتوا لهنا ولا لسه؟ طلع فوق شوي شو؟ طلع فوق شوي احنا فوق الصف لابد GCC شو؟ كومبايل للملف هذا البروك 1.c ليش غير الاسم خلاه هذا الديفولت نيم ليش لانه ما حطيتلوش اسم للاوتبوت دائما حيكون A.out دائما لو انت ما اعطيتش اسم بيكون دائما .out ليش حطه في الكرنت دايركتوري لانه السي فايل موجود في الكرنت دايركتوري وين بدك تحط لك الناتج تبع الكومبايليشن في نفس ايش؟
طب والسي نفسه، طب الكود نفسه بدي ارجع له واعمل له ايديت يدمر الملف القديم يعني؟ لا هذا اكسكيوتابل، هذا باينري فايل مش ريدابل، يعني هذا ماشين لانجويج، هذا صفر وواحد باينري. هذا الناتج الدوت اوت هذا عباره عن باينري فايل ماشين لانجويج صفر وواحد، تعليمات للماشين. خلصنا نفذتم. الو بنحدد الاوتبوت بدل ما هو الديفولت اي دوت واحد، لانه انا بدي اكتب برامج كثيره الان. خلص هذا بعرف انه الناتج تبع بروك واحد دوت سي، فبنسميه بروك واحد دوت اوت ماينس او بروك وان دوت اوت. نفذه وشوف، بتلاقي عندك هيو الاوتبوت بروك وان دوت اوت شغله نفس الفكره. طيب هلقيت، بدنا نرجع نحرر الملف. اكتب نانو اسم الملف بروج1.سي تمام، وهنا انا بدي اتظاهر انه انا نسيت السيمي كول احذفه. بدي اياك تتعامل انه لما يطلع لك ايرور تقدر انه انت تتعامل معه. يبقى هيك انا عدلت الملف، شلت السيمي كولن، بدي ارجع اعمل كومبايل. يفترض انه انت تكون عندك القدرة انه انت تقرا الايرور مسج، عشان انت وظيفتك انه انت بدك تبرمج هنا في السي تستدعي سيستم كول، واكيد حتواجه اخطاء ولازم تعتمد على نفسك انه انت تحلها. جي سي سي، او بنكرر الكوماند هذا جي سي سي بروك 1.سي ماينس او بروك 1.اوت، بشغل بحكي لي هنا ايرور ان ذا ميم، ذكر لي اسم الفانكشن، بحكي لي خلي بالك هنا في لاين 9 بيقول لك expected semicolon before recurve، بقول لك انا نسيت semicolon فعلا. شايف وين عند الريتيرن هنا يفترض انه يكون في semicolon، بقول له مظبوط كلامك، برجع بحرر هذا احسن من تبع الجامعه وبحط السيمي كولن. هذا خطا بسيط، انت ممكن تكون ناسي تعرف فاريبل، ناسي تستخدم كاتب السينتاكس غلط، كاتب الفور غلط. يفترض ان انت تحدد في اللاين كذا في عندي مشكله تمام. وعشان تشغل بالمناسبه في اكسبشن، عشان تشغل لا انا عملت شيء غلط. تمام هاي كنترول اكس مش سهل كيف ما حطيتش السيمي كولن، بس بدي اشغل لك البرنامج هنا وتقول له هنا ماينس ماينس ان لا ماينس ال فهنا بروح بيجيب لك هنا على الشمال هي اللاين نمبر، فاكر قال لك لاين 9 تمام. في جمله الريتيرن بقول لك بتوقع ان يكون في قبلها سيمي كولن، هذا كله خلي بالك وايت سبيس صح، عشان هيك قال لك في لاين 9. يبقى انت عندك في النانو بتشغل نانو ماينس ال بيجيب لك ارقام الاسطر، بتقدر تحدد في انهي سطر في عندك مشكله. برجع هنا بحط السيمي كولن ماينس ال لام اوكي.
بدك بدك تحرم لك ترجع مرة ثانية ترجع تعمل كومبايل. هاي بروك 1 دوت اوت وهي الاي دوت اوت. طبعا تيجي تفتحه هذا ملف مش بالضبط هذا ملف مش هتقدر تفتحه مش ريده. ممكن انه يكون الترتيب هنا خلينا نعمل زي ما حكى زميلكم بدنا نعمل دايركتوري اسمه كود طبق معايا وبدنا ننقل البروك كل كمشات البروك على وين على الكود وكمان الـ a.out بدنا ننقل عشان ما مش من ضمن ال لا خليني انقل اروح على الكود اقول نانو بروك 1.c minus l lines display line numbers هاي عرض لي اياهم على الشمال كيف الوضع عندكم؟ بدي اعمل انكلود لملف ثاني اسمه يوني اس تي دي بدي استدعي سيستم كول فورك BID underscore T BID ونقول له انه BID بتساوي فورك مش هيك السيستم كول كان فورك نعم ايش الفورك BID underscore T عرفت متغير سطر ايش؟ سطر اثنين يوني اس تي دي يونيكس ستاندرد اللي هو فيها السيستم كود يوني اس تي دي تمام؟ فانا عملت هنا فورك ايش راح يعمل لي؟ دوبليكيشن بالضبط هكذا هنجرب هنشغل ونشوف هاي حفظ وهنا جي سي سي جي سي سي طبعا فيش اخطاء هاي بروك 1.out كم مره انطبعت كم مره انطبعت ليش؟ مين يفسر لي؟ ايش قلت؟ ما سمعتش ايش حكيت؟ لا حكيت هو كانت التشايلد والبيرنت البيرنت والتشايلد بالضبط نعم عشان تضبط الكود اكتر لانه انت عندك شايف ايش صار في عندك تدخل في الاوتبوت واحدة فوق واحدة ليش لانه تو بروسيسز شغالين فعلا في نفس الوقت فصار في تداخل في الاوتبوت فانت عشان نعمل الشغله هذه نظبطها اكثر بدي اعدل الكود هنا واقول له في البدايه ماينس ان سلاش ان اس سلاش ان اطبع لي اياه كله في سطر جديد سواء كان قبل او بعد
واضح ايش عملت؟ هاي كومبايل ثاني وهي تشغيل. طبعا عشان البيرت ما تستنى للتشايلد البرومبت رجع لك قبل ما تطبع الثاني، هيك بينت معنا يعني بشكل افضل. عشان هيك يستحسن انه انت تستخدم الويت، انه انت عملت للتشايلد صح، اكيد يفترض انه انت طالب منها تسوي لك شغله. لا يجوز انه انت تعمل تشايلد وانت تخلص والتشايلد لسه ما خلصش، يفترض يرجع لك شغله. يفترض انا كل ما بدي اعمل كومباي بدي احفظ ملف جديد. وين ملف جديد؟ هو احنا في نفس الملف. يعني تضلك حاط نفس الملف وضل ايوه بروك وان دوت سي دائما. بضل يغيره بس انه ايش اللي بسويه كل مره بعد ما اعمل اديت برجع بعمل كومباي. انا نزلت لو ليفل، مش انا شغال على اي دي اي انه انت بعمل لك كومبايل ورن في نفس اللحظه. لا انا بطلع بعمل كومبايل وبرجع تاني نزلت انت لو ليفل اكثر، هيك خلينا احسن يعني، هيك انه انت بتحس حالك بروفيشنال يعني. طيب حكيت بدنا نشوف مو بقول لك كيف مصاري مش مصاري الشباب بيجي مش مصاري غلطان ايش السين بدي مصاري الزياده السي بتجيبش مصاري عشان عايش في البيئة هذه شايف هذا الكلام انت قدامك، بس انه انت لو تشوف الشركات فعليا ايش بتشتغل بتقول انه انا بدي ابرمج سي. شركات البرمجة عايشة الاشياء تقول بحكيش عن غزة كيف من غزة مش عن خريطة. طيب انت معنى ذلك انه انت بتقول انه السي لانجويج مش مستخدمة حاليا. انا اشتغلت السي انت ما شفتش حدا ببرمجش فيها، بس انت حواليك مستخدم السي ولا لا في اجهزه؟ اكيد يعني نظام التشغيل سي. غير نظام التشغيل سي، بركي الزباين بطلبوش انظمه تشغيل هالايام، بطلبوا برامج. طيب استخدم السي. طيب انت عندك ممكن انت تبرمج نيتف ابلكيشن، في كلاينت بطلبوا نيتف ابلكيشن على الاندرويد، ساعتها بدك تبرمج في السي. يعني انا بدي مثلا برنامج سريع او بيستهلك ذاكره اقل، سيبك من الفيرتشوال ماشين وانه انت بدك تحطه على المتجر، في كلاينتس كثيره بتطلب شغلات زي هيك. هذه شغله. الشغله الثانيه الريسيفر اللي انت عندك في البيت، البرامج اللي عليه في مبرمجين خاصين ببرمجوها في السي، والشركات هلقيت صارت تشتغل على موضوع الاي بي تي في، لانه بطل في عندي ساتلايت وتحط انت عندك ليش فوق كله الانترنت عن طريق التلفزيون عن طريق الانترنت، فبدك تبرمجه انه انت تقسم الباندويد اللي جاياك حزمه للانترنت وحزمه للتلفزيون بالاضافه للريسيفر نفسه. البرنامج هذا اللي انت بتغير فيه وبتبحث فيه على القنوات هذا نفسه انه عباره عن سي لانجويج، والشركات هذه كثيره والطلب على البرامج او مبرمجين من هذا النوع كثير، فانت مش شايف حواليك كويس، يا اما بدك نظاره يا اما بدك احنا ايش كنا بدنا نسوي؟ بدنا نرجع هنا. هما سبحان الله لازم يلاقي لك عيب في الشغله اللي انت بتعطي له اياها. يعني في الاول نظم التشغيل، احنا ايش بنستفيد منه نظم التشغيل؟ بدنا إشي عملي، لما أخذ الإشي العملي يا عمي هذا الشغل بفيد بجيبش مصاري. هم الناس هيك ما بيعجبهاش حالها، اللي بتلاقيه إنه منزل شعره زي هيك ما بقول لك لا أنا بدي أوقف شعري، واللي موقف شعره بروح على واحد إنه يفرد له إياه. يعني البنادم مانيش وانا فهمت قصدك صح، بس بلغت شوي انا تقلقش. برنت اف بنحب لينكس، بس ناخذ علامات كويسه وبعد هيك الله يرد لينكس. لا انا دوت استخدم كونكتور كان ده بالعكس. وهنا نفس الفكره،
او بدي اقول انه I am لا اذا بدي اعمل child و parent بدي اعمل قصة الاخ بس انا بدي اطبع الـ process id للتنين سوا حتنطبع مرتين يعني ف هاي هنا backslash n كيف؟ معنا ايش؟ مش عارف ما عملناش الايش؟ ويت لسه بدنا نعمل الاف ولسه بدنا نعمل الويت احنا بنبرمج شوي شوي وهنا بدنا نستدعي سيستم كول اسمه get bid يبقى هنا بدي اطبع نمبر تمام اللي هو الجيت بي اي دي وبدي احط السيمي كولن ما انساهاش اكيد طبعا انت كل شيء بكتب في المين انا مفيش دوال ثانيه لا ممكن تحط دوال ثانيه بس حاليا في البرنامج اللي بتدي يعني احنا بنبدا حبه حاليا بلزمنيش اذا بنفع نشتغل سي شارب مثلا نعمل سي اس ونشتغل ونشغل هي ممكن وأعمل كومباين وأستدعي فعندك 221 76 21 77 البروسيس اي دي تبع البيرنت والبروسيس اي دي 76 البيرنت أكيد طبعا 77 للتشايلد حاجات المحاضرة الجاية حاجات عشان صار الساعة 10 المحاضرة الجاية إن شاء الله بدنا نبدأ في قصة السيستم كول بشكل موسع اكثر ونبدا نعمل اف بيرنت واف تشايلد ونستدعي هاي الشغلات بشكل اكثر اوكي خلينا نتوقف